Sí. ولد انا بخمس مشيط. نعم خمس مشيط انا يقولون. مرحبا والله ومسهلا. اخوي الكبير كيف الحال؟ طيبي وعلومك عساك بخير. كيف الحال؟ طيبي كيف رمضان معك بخمس مشيط؟ رمضان يجمعنا ابو علي. الله يطول عمرك ما شاء الله اجواء جدا جدا جميله صح؟ وجودك ابو علي الله يطول عمرك. ترى ما جيت الا عشانك ابو علي. الله يبيض الله يرحم ابوك جعلك والله صالح. خشمك ايه علي؟ غلط 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 طريقتك اللي قاعد تسويها يا ابو علي. شوف لازم تتحمس دقيقه قفل لازم تتحمس معي اوكي. يا رب تزوج الثاني على صيل مجادل الداجل. علي غلط 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 طبعا يا ربع. انا بتحدى عبد الله اخوي على 500 ريال. اسمعني ركبت الكرسي هذا معي ولا طلعت صوت واحد وقعدت طبيعي صوت واحد ما طلعته ولا تحرك قاعد كذا طبيعي. والله انا حق جيب 500 ريال والله اشار فضي. جاهز ما تغمض عيونك حلب قول والله ما غمضها. والله ما غمضها ولا تطلع صوت. ما غمضها والله اني ما طلع صوت. اقول ان شاء الله باذن الواحد لا ولا تتحرك. بس قد التحدي قد ولا تتحرك يلا طبعا يا ربع هذا جني حقي يا اخوي. ايش حضرت هالليله؟ تحدي والتحدي يا ابا فرسان ولا في حبه خشمه ولا محنيه. هل القطي اخو العيال اخو ساعتك. اسكت بس تكفى قوى اقوى شيء. اسعد امك اخو العيال. عبد الله لا تتحرك ولا تطلع صوت. انا علمتك لا تتحرك ولا تطلع صوت. ارفع راسك كذا بس. اي خل راسك فوق بس كذا بس. اي لا حد يلمسني تراني في وجهي. خلاص انا كنت طلعت صوت ولا تحركت انا حرمت عليك 500. عبد الله لا تتحرك ولا تطلع صوت. انا راحت عليه 500. راحت عليه. ايش فيك انت توك صاحي من النوم انت ولا ايش وضعك؟ طب ارمي عبد الله ارمي عبد الله اخو العيال. طحت عبد الله. طحت اخو اصص عبد الله. لا تفضحها تفضحها بالناس. اخو العيال طحت عبد الله. طحت عبد الله. فضحتنا بالعالم عبد الله. عبد الله فضحتنا بالعالم. عبد الله عبد الله العالم فضحتنا بالعالم. عبد الله فضحتنا بالعالم. والله راحت عليك يا ابو علي. يا رجال انت ما شفت ايش؟ ها؟ والله الذي لا اله الا الله عدل 2000. كم؟ 2000. 2000 ريال؟ 2000 ريال احول لك 1000. يلا. حتى. اوكي انسى. تعقلك انت. اوكي. الزبده والله انها عاديه جدا يا ابو علي. ايش اسالك بالله انت مغمض عيونك؟ لا والله ما غمض. اسالك اي والله. والله ما غمض. بالنهايه لا ترى لعبه يعني. حتى لو في الحقيقه ترى ما راح اخاف يعني. طيب.
قهوة تداوينا وتشفي هوانا، قهوة تداوينا وتشفي هوانا. ايه يا الكوبي يا الفنان خليك معانا، خليك معانا. ايه قهوة. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين. الحين في شهر فضي وكل منا يبغى لجر ويبغى صدقه ويبغى كل علم طيب اتجاه الله سبحانه وتعالى. في جمعية هنا تصدق ب15 ريال، انت معي 15 ريال هذه تفطر بها صايم في اطهر بقاع الارض، لا اله الا الله. يعني ب15 ريال تصدق بها تفطر بها صايم في مكة. يا كم واحد محتاج، يا كم واحد وده بلجر، كلنا في ذا الحياة مقصرين. من الأعمال ويسرها اللي هي صدقة، الرابط هذا هو تربع الشاشة، هو صباح الخير. قد علمتكم قبل، أنا صحت ونقف في البث، قد علمتكم قبل أني بسوي لكم سحبة لعشرة طول بدون لا شروط وبدون أي حاجة، هدية لكم وما توفي حقكم والله الصراحة. بنزل صورة بعد السنابة هذه علق عليها، بسوي اليوم سحب على 5 أشخاص، والخمس أشخاص الباقي بعلمكم بقى في يعني في اليوم اللي بسوي فيه. لكن بنزل صورة بعد السنابة هذه، اكتب أي شيء، استغفر الله سبحان الله الحمد لله تحت الصورة هذه، وبإذن الله بسوي سحب بعد الفطور كده، يعني بعد ما نفطر ونروق ونستريس. تمام تمام، صباح الخير. قد علمتكم مساء الخير رجال، مساكم الله بالخير، كيف الحال؟ طيبين، نحمد الله صيام مقبول ان شاء الله، روقان دائم يا رب. يا مرحبا يا ابو مصطفى، كيف الحال؟ طيبين. معلومه يا اخوان، تدرون اللي يصحى من النوم وما ياكل عيشه ان عضلات الوجه تقعد نايمه؟ علمتك نايمه، عضلات وجهك نايم، وجهك نايم كلها. المهم رايحين نفطر في مكان في أبها، يعني مكان جدا راقي، فعسى الله أن الله يوفقكم إن شاء الله ويسلمكم. لا إله إلا الله يا رب، لا إله إلا الله. يوم جمعة وفي شهر فضي والدعوة مستجابة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، إيش باقي تنتظر؟ انطل بالجوال وانطل باللي في يدك وادع، ادع، لا تبقي حد، ادع. وان كان ودك، ان كان ودك تدعي لي فما في مشكلة، عسى ربي يوفقكم ان شاء الله. ادع ادع ادع، عسى ربي يوفقكم. الزبدة يا اخواني، ترى نزلت مقطع فنان جدا 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 عبر منصة الرئيسية في التيك توك، ارفع شاشة وشوف الحق عليه. طبعا يا اخوان قاعدين نتقاوى هنا احنا والشباب، ما شاء الله. مرحبا يا خالد، عبد الله اخوي، طلال بن مصطفى، حياك الله. اوكي، بنت قهوة بنسوي سحب، بالله ارسالي فيسبوك. ها اوكي، فيسبوك بسم الله. ذا الحين بنسوي سحب على 5 أشخاص، جاهزين؟ يلا بسم الله. الشباب متحمسين. اوكي، وعدتني بواحد ترى. بسم الله، نقول باكدي، منقول باكدا، ما شاء الله. جوار صفقة يا شباب، تستاهل. مبروك. بسم الله، ذا الحين بنسوي سحب على 5 أشخاص، جاهزين؟ يلا بسم الله. شباب متحمسين. اوكي، ده الحين الشخص الثاني. دقيقة. بسم الله. نوف، تستاهل صفقة، تستاهل. الحين باقي 3، خلنا نسحب عليهم دقيقة.
بسم الله. ما شاء الله. قالت نجرب يلا صفقة تستاهل. ألف مبروك. باقي اثنين. واحد ثاني يلا. ما شاء الله بي اي صفقة تستاهل. باقي واحد. فرنت فره ودي فره ودي فره. يلا نشوف. فرنت لين فره. الحين سحبنا الخمس اشخاص. ألف مبروك لهم. واللي ما فاز بشب العوض باقي خمس عطور بعد ثانية بنسوي لكم فيها سحب. بعلمكم قبلها بيوم إن شاء الله في السناب. بعد الحين خلصنا السحب. يبغى تمرين طايرة بعدين تمرين قدم. يا الله يا الله يا الله يا الله. بعد الحين ناخذ فطور منين يا ولد؟ عن العالم عندك بيع وسبع عن الشيطان. استغفر الله العظيم. وقف وقف. اللهم اني صايم، اللهم اني صايم. عبد الله سكت. عبد الله قبل ما افطر عليك. سكت سكت. ايش ايش ايش؟ وقف. انزل 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 معي. طب اخلاقي اتش. انزل انزل انت. انزل اخلاق فل انا. أزل 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 عجل يا ورع ورع عجل. جبت ما ما عصير والله لذبحك فكري. اللهم اني صايم، اللهم اني صايم. على اصل على اصل على اصل يا حبايبي. وقف. هل جبتوا عصير؟ لا باقي. وقف هنا يا طلال يا حبيبي. جبتوا عصير؟ وقف هنا يا ورع. وقف هنا. وقف. لعنت انت لعنك يا اخواني الاعزاء. سر سر انت سر يا ولد. سر الحين انت تاخرتنا الحين اخواني الاعزاء. واخواني سكروا. خليكم محترمين. سر يا ولد. لا قلت لكم لا شفتوا السناب والتصوير. خليكم محترمين يا اخواني الاعزاء. جبتوا الفطور يا ذو عزاتي يا عزاي انا العزاء. جبتوا العصير ولد سعد. الا الدجاج. الا الدجاج. يا اله الله. يا الله مساء خير. كان التصوير يا عبد الله. استغفر استغفر. حزت مغرب. ايه حزت مغرب. استغفر استغفر يا طلال. كم التصوير؟ استغفر ودع ادع. لا اله الا الله. استغفر الله. هد نفطر نفطر. باقي باقي لا تاخذ على الجوال. على خشم على خشم. قرب الفطاير. حلو رجع لنا قبل. ما في مشكلة. ما عنده اي شيء ولا انت ولا اي حاجه. اقسم بجلال الله. كيفكم يا شباب؟ الله يحفظك. مروقين والله. والله قلوبك. والله يبارك. الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. عندي خبر. الحمد لله مروق ومبسوط. مروق. عسى ربي يصلحكم ان شاء الله ويكفيكم والحرام والحرام ويكفيكم الشر ان شاء الله. ول ول رجع ومتحمس. سلام الرحمن. متى تلعب طائرة الحين ولا شوي؟ لا بعد ساعة كذا. اوكي الله يعافيك. مرحبا مرحبا. تلعب مع طائرة طلع؟ لا لوكا مو حق طائرة. اي لوكا حق بوليفارد راشد مول ابها السودة. مساكم الله بالخير. كيف حالكم طيبين؟ شباب تبون 500 ريال؟ اي والله.
في يوم 17 من رمضان اللي ما قد فصل ثوب ولا تبغون بلعب معكم تحدي، بعطيكم جملة أباكم تعيدونها 5 مرات بسرعة بدون ما تكلج. أوكي 500 ريال 500. قولوا وش الجملة. الجملة يا طويل العمر والسلامة يقول مش مش شجرة مش مشنا، مش مثل مش مش شجرة مش مشكم. أوكي مش مثل مش مش شجرة مش مشكم. أوكي لا بعطيك تقراها. مش مش شجرة مش مشنا، مش مثل مش مش شجرة مش مشكم. أوكي ببدأ معك أنت أول واحد. مش مش الحين عشان أطويل الجملة بخليكم تقرونها مرة واحدة وأخذ الجواب منك وتكملت 5 مرات. مش مش شجرة مش مشنا، مش مثل مش مش شجرة مش مشكم، مش مش شجرة الله يلعب راحت عليك. أنت إيش؟ أجيبها بدون ما أقول. يلا خلي 500 كيلو 5 مخدوم. مش مش شجرة مش مشنا، مش مثل مش مش شجرة مش مشكم. عدها. مش مش شجرة مش مشنا، مش مثل مش مش شجرة مش مش مشكم. ها 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 أو أما أنا أحس إحساسي اللي بيجيبه منه الرجل هذا. الله 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 الله. يلا أبو علي. مش مش شجرة مش مش أنا مش مش مثل مش مش شجرة. مش مش شجرة مش مش مثل مش مش شجرة مش مش. أقوم بعجيمة أقوم بعجيمة. مش مش شجرة مش 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 أنا مثل شجرة مش 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 مثل شجرة مش مش أنا مش. إيش قاعد يقول إيش قاعد يقول. تعالوا سبيس خفيف لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي طبعا أخوكم في الله ما قد فصل ثوب، في المتوجه بإذن الله لخياط يعرفه الرجال هذا. مرحبا أبو علي أزبط بس يمشي بشي. يقول بيفصل لك، خلينا نشوف بإذن الله نلقى خياط بإذن الله. دعواتكم بس استنوا. استنى امزح. دخلنا. يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم، كيفك يا حبيبي؟ اخبارك؟ رمضان مبارك. في تفصيل؟ يسعد امك. قبل العيد في 27 يطلع لك شباب. يسعد امك الله يطول عمرك. بسم الله دخلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله، صبحكم الله بكل خير. طبعا انا واخوي عبد الله تونا متسحرين جاهزين. نحمد الله عبتك الروشة اواني عبتك ما معكرش تني. ما شاء الله تبارك. طبعا بإذن الله بنروح نخلص شغلة منتقاوة شاي، وموعدين بإذن الله بعد الفجر بث كارتة مع الشخص هذا. بث حتى مو بيرقد في بيته، بيرقد معي. ايش بث؟ عشان ايش؟ في اسئلة وفيه احراجات وفي جدا جدا في مواهب عند الشخص هذا اكتشفتها. حبايبي هذا الرابط الوقف القرآني في الحد الجنوبي. الوقف القرآني في الحد الجنوبي. كلكم تبون لجر فارفع الشاشة وتصدق ولا بادر باللي تقدر عليه. لك أجر لكل واحد يقرأ القرآن. تخيل كل آية يقرأها لك أجرها. تصدق باللي تقدر عليه. إذا ما تقدر
فما في مشكلة، الداء على خير كفال انشرها المريض. فأسأل الله أن الله يوفقكم ويرزقكم إن شاء الله. روق روق يا أبو علي روق، لأن بإذن الله بيكون اليوم في بث فنان. كم جهز سالفة في البث؟ كم؟ لا موجود تجاوز. كم سالفة كم؟ كنا 10. 10. كم فيها واحدة صادقة؟ وثمانية كذا. ثمانية سرد. سرد مردي. بس ترى وقفت كذا كذبت بقول وقف. أكذب. بس حاول نجيبها من الوترات وكذا يعني ما توضحها مرة أوكي؟ عشان يزيد السكر بس. عشان يزيد السكر. عشان يزيد السكر. لا يزيد السكر لا بيزيد ملح. ملح يا لب قلبك. روق روق يا ابو علي. عبد الله كم مره كذبت على سعد؟ ولا مره. هذه الكذبه الاولى. وش شعورك وانا اخوك؟ اخوك جدا. اشهد علي ربي. ابشر والله بسعدك. وش شعورك؟ هل سعد أفضل لاعب كرة الطائرة؟ أفضل لاعب كرة الطائرة؟ أيوة. نعم. يسعد أمك. إيش مركزي؟ ثاني. إيش مركزي؟ إيش مركزي في اللعب في الطائرة؟ استقبال. يا سلام. كم عمرك؟ 30. كم؟ 30. ما شاء الله العمر كله. من يقول أبوك؟ كم عمرك؟ كم أخو عندك ومن أكبر واحد؟ أكبر واحد طال عمرك أنا وكبير الله سبحانه. يا سلام. عدد الأخوان 4. يا سلام. أنا إخواني هذا سؤال موجه من مسعود بن شعفول إلى عبد الله أخوي. أسلم أبو سالم. هو عندك العين؟ إيه أسمعك. سؤال يا سلام عبد الله. تفضل طال عمرك أبو سالم. ألو. مرحبا. ألو والله كيف حالك؟ الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. ليش ترى الطيارات؟ مربع دائري. لا عيد السؤال يا ابو انا ما فهمت السؤال. ها السؤال ما فهمته طال عمرك. ليش درايش الطيارات تجيك دائريه؟ ليش ما حطوها مربع؟ انا درايش السياره درايش. وش تشجع؟ الهلال طال عمرك. ايش اسم مدرب الهلال؟ اسم مدرب الهلال طال عمرك. ما احتاج عرفت خلاص. في سؤال يا عبد الله جدا جدا صعب. ايوه يقولون ليش انت سراق؟ ليش تسرق قلوب الاوادم؟ تسرق قلوب الاوادم. ايش انت تسرق قلوب الاوادم؟ ايه هذه محبه لله. هذه محبه طال عمرك الاوادم فيني انا. محبه ايش؟ محبه الاوادم فيني انا عشان كذا اسرق. يا سؤال اوف اوف اوف. عبد الله هل قد دخنت؟ قريبا. ايش قريبا؟ هل دخنت؟ هل قد دخنت؟ ها؟ وشو؟ اقول لا. متأكد؟ نعم. ما قد دخنت من يوم ولدت؟ ايوه. وش افضل اكلة تاكلها تحبها؟ ايش؟ عليك. اوكي. وش افضل خلك صادق؟ اكثر واحد تحبه من اخوانك؟ بالامانه. كله. لازم يكون يعني في واحد يعني. ما في حد يخص حد يعني. بس يعني اللي شوي اللي شوي شوي. بالامانه. محمد. من؟ محمد. من هو؟ محمد. محمد خوي الصغير. طيب كم عندك ورع؟ اثنين. كلهم ورع ولا؟ بنت ولد. بنت ولد ما شاء الله الله يخليهم لك. اللهم يرزقك بر. وياك. كم عندك هل سعد؟ أواني عند الكوبزان يا رجال دقيقتين. هات نبدأك تجيبه. اطرح. هل سعد تغير بعد السوشيال ميديا من وجهة نظرك ولا؟ هو. متأكد؟ هو ما تغير. أوكي. بس تحس أنا مضبوط فنان. نعم. يعني فنان فنانين مودك انه يتغير؟ لا لا زي ما هو. اوكي جبنا لك شاي جديد عشان تروق. عبد الله وش هي الاشياء السلبيه اللي تكرهها فيني انا؟ الاشياء
السلبية اللي أكرهها فيك. إيه. إنه لما يكون الواحد صايم. أيوه. عرفت؟ أيوه. وترى هذا. أوكي هذه واحد. اثنين. لما أقول أبو علي مثلاً أنا في المكان الفلاني. إيه. عرفت؟ إيه. توقع بساعة ساعتين. أوكي. طيب ثلاثة. بس هذه هي وش انا هذه لو تضبطها اوكي. وش الدولة اللي ودك تسافر لها؟ الدولة اللي ابغى اسافرها فلبين. ايش لو سعد اخطا في يوم وهالخطا زعل اهلي انت معي؟ هل انت بتعلمهم ولا بتنصحني وتستر علي؟ لا والله بنصح انصحك نصيحه حلوه. ايه نصيحه طبعا مع بر طبعا. اضربك 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 اضربك. ايه صح صح بعدك. ايه النصيحه ان شاء الله انك تفهمها ان شاء الله باذن الواحد لحد ما افكك على وجهك. ايوه ايوه هنا في سؤال واتحداك تنكره وبك تعلمني ومتى وليه قد صرفتني في يوم. قد صرفتني؟ ايوه قد صرفتني انا في يوم. والله بعض الاحيان بعض الاحيان اسرب. ليه؟ ما ابغاك ما ابغاك اسرب لاني ما ابغاك ما ابغاك يا انك ذهب. الحين انت فوق جبل انت معي وماسك حبلي عرفت كيف؟ الحبل الاول فيه سعد علي اللي هو انا والحبل الثاني فيه فواز ولازم تفك واحد من الحبال وتمسك الحبل الثاني من تفك بسرعه سعد ولا فواز؟ والله غير السؤال ذا ماني شغل بسرعه بفك لا فواز ولا فواز لازم 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 والله لا بفك ذا ولا بفك ذا من تختار؟ بفك بدر ايش دخل لازم تجاوب يا عبد الله معليش لازم تجاوب من بتفك سعد ولا فواز؟ والله يا ابن الحلال تدري ما بفكك انت ليه؟ على قال هذاك عنده بنت ايه وعنده ولد ايه وانت ايش عندك انت؟ والله لا وحده ولا ثنتين عندنا مو بتشتاق لي يا عبد الله مين اللي باقي بيضحك ويروح معك؟ رجال عنده بنت وعنده ورعان وعنده اجل تفكني انا انت لا عندك ورع ولا عندك لا وحده خلاص 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 عبد الله هل تفكر في المستقبل تتزوج الثانيه؟ لا لا ليه؟ وجهه نظر طب شرح الاربع شرح الاربع لكن انا ما اخذ وحده انا اربع يا سلام لله درك عبد الله يقول في واحد كيف حالك؟ خير ما لنا دائما دائما عبد الله يقول اقرب واحد لك من اخوانك من ناحيه الاسرار اللي بينك وبين اسرار كذا حركاتك من؟ هو ايه عندي خبر قد اخذت شيء من سعد ولا قد علمتني؟ لا يعني ربي ما اخذت شيء لكنك انت اخذت مني شيء ودرت انت عنها ودرت انا وانت ما قد اخذت مني شيء ولا اخذت منك ولا حاجه لكنك انت اخذت مني اشياء الله يسامحك والله يطول عمرك لك خلاص ابو علي لهنا الختام توترت مره اي والله متوتر انتهينا اوكي قفل التصوير اي خلوها ابغى افهم ايش هذا السورات ايش 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 فايدتها كم عندك ورعان ومن تحب ومن تبغض ومن انت تبغى تقلبها محتوى ما هو محتوى تبغى تكون انت عندك مدير حلقه وتستضيفه وانك تعلم كيف تلقي له السوالات ما ادري السنه حلقه ما لها سنه ما لها سنة ما لها سنة إيش إيش الهدف منها المشكلة لا سؤال زي الناس ولا جواب زي الناس إيه ولد بقد صوتي لك بيقعد على السلام أبو سعد أبو زدبي على السلام طبعا يا إخواني هذه نهاية الطائرة أكبر. الناس اللي ما تعرف تلعب ايدك كلها لا بالعافيه 8 مليون قول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طبعا
طبعا يا اخواني اخوتي الابيض. يلا يا ولد بعدنا الساعه حمودي. يلا يلا شبت النار ولا ما نشرب. ابشر شنو شنو ما يا ولد عندي واحد مالج يرقد ولا يقعد ولا يقعد النايم. مسعود مسعود يا تقلك راش يا ولد يرقد عشان انا الحق حمود يقول انها اول واحد. لا لا والله احنا بشمال الرياض. هم وين؟ بشرق الرياض. امان جذرية. اختصر يا ولد فيها طريق تخليهم يفتحون بث تابعهم. انت ما رجع مو قاعد يبدي يا رجال. لا تسولف واجد ولي من صوتك على فمك. انا بشركم مصنع الحضور ما شاء الله. انت مهولنا يا ولد. مرحبا يا فهد. مرحبا ومس اللي غير نفسه ما. حضور 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 كبير على شت الحرم نصير فارس. تصير فارس وين وين ما شاء الله تبارك الله. هلا بالامير ارح. هلا هلا ديما جيتي خلصت ارحب مرحب حمودي يا مرحبا. عسى ربي يوفقك ان شاء الله. ابي اقول لك كلمه قبل نبدا. تراك انت الاول بعيوننا. عسى ربي يوفقك. يكفي على عمرك هذا ما شاء الله تبارك الرحمن انك مشارك. هذا ترى فوز لحاله. طبعا اول مشاركه واول مشاركه. طيب حمودي ابيك تعطيني معلومات عن البطوله اليوم. هذه البطوله ها بالجنادريه من الاتحاد السعودي. اول بطوله تحت رعايه الاتحاد السعودي قفز الحواجز. سلام عليك. اول بطوله لي. عسى ربي يوفقك ان شاء الله. مرتبك خايف ترى من السانس اليوم ماخذنا وناس اي عذري منك. عسى ربي يوفقك الامير بس الطقم نار. دول دول ايوه طوني خذك مرتبك الرجال. يا مرحبا محمد الدوس. يلا نجهل العلوم هذه. الاتحاد السعودي. يا مرحبا ومسهلا الاستاذ عبد الله الشداد الحكم السعودي للنادي السعودي الفروسية. اعطيني المعلومات عن البطوله هذه. طبعا هذه بطوله احنا بطوله اقل من 18 سنه على مستوى المملكه العربيه. عندنا سبع بطولات 2038. طبعا الفرسان المشاركين اقل من 18 والفاتحين المبتدئين اللي هم اقل اللي اكبر من 18 سنه. سلام عليك. طيب كم بطوله تصير بالسنه؟ احنا عندنا سبع بطولات نقيمها بالسنه في المربط هذا اللي هو طبلات الرياض. احنا طبعا عندنا تدريب للمبتدئين اساسيات. يا هلا بالفارس عمر الضفيري. هلا والله. يلا حيا. الله يحييك. عسى ربي يوفقك ان شاء الله. انت مشارك مع حمودي؟ ايش رايك بالشوط؟ ايش رايك بالبطوله؟ الحمد لله بطوله حلوه نستانس. هذا حمودي وهذا المدرب منصور العتيبي. المدرب حمودي اخوي يوجهه. طبعا بدت الحين اللي هو اول شوط. السلام عليكم. السلام عليكم. سعد الله مساك. يلا حيا. حياك الله. مساك طيب. مساك طيب. ايش رايك؟ الله يوفقك. ولا كلمتك؟ الله يوفقك. ادعوا له بس. الله يوفقك. عسى ربي يوفقك. ها محمد. استنى والول مدقق الرجال. عزيز ايش رايك فيه؟ هذا اسمه حفظ التكتيكات. نعم. شوف 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 من اليد. ايوه جاي يصفق. شوف يصفق متحمس الرجال. والله طلع شيء يفهم. احنا ما نفهم. جوله موفقه من الفارسه. حلوه الراس حلوه الراس. يا اخواني الجمهور حاضر يحمون خيولهم قبل ان شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله تبارك الرحمن حمون خيولهم يتجهزون للبطولة. عسى ربي يوفقهم ان شاء الله توفيق طيب. اخوان دخلنا الحين حمود يسخن. يلا
يلا فاك التوفيق يا بطل. راح تتذكر تقول انا ولد عقاب. يلا الحين يلا ولد عقاب يلا الحين حمودي بدا فاك التوفيق. يلا بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بطل بطل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بطل 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 يلا بطل. اوه عيد 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 عيد. هاي ما ثبت وزع. جني حقي اخوي ايش حضرتها الليله. تحدي تحدي والتحدي يا بفرسان ولا في حبه خشمه ولا محنيه. هل القطي المزاز تلقاه في الدكان ولا سليف ابو حدين تلقاه في العيه. طبعا يا اخواني احنا جالسين هنا ننتظر التتويج والنتائج. الشباب هنا هذا ما ادري ايش فيه مشخص. ول 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 ابو خالد مطولين. ول ول يا مدرب البطل توقعتك. اتوقعنا الاول. ها الاول الاول اكيد طبعا احنا نجي بدون اول. لا ها توقعتك. هلا مرحبا. توقعتك محمد الاول ان شاء الله باذن الله. هل انت مستانس على اداءه؟ كم لك تشتغل عليه؟ انت وش سويت له؟ شهر ونص. يعني ما اخذ الاول اليوم فاشل. لا لا باذن الله. ساعه تسمعها ولا هذه خوذه؟ اخوذ ما ادري والله. انت باخذ هذه ضد الرصاص ضد الناس السامجه ضدها يعني ما فرق معي. نعم نعم تتويج الحين. من قدم الوقت والمجد حنا له سلمنا نبنى المفاخر ولا حمودي. الحمد لله محمد تتوج بالمركز الاول. زفناه الصبله زيد الربي جايين نحتفل ونستانس والشباب مستانسين مشوشين. سلامي عليهم. حمود جاي الكافي بيشغل السماعات. السلام عليكم. الف مبروك يا محمد والف مبروك يا عيال. شبت النار والغايب حضر. نار والغايب حضر. نارنا نار حمرا من شبت الله يوفقك. طلع مسوي يكلم الناس هنا جالسة والعيال بيحتفلون. أخ نور ناويين يحتفلون شباب. شو
النصر ولا يقرب الله يا مكثرين الهاي لا ترى الغبار العلم في الميدان وكل وعم هلا هلا عشو شباب نحن محتفلين وين وين هلا 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 عاش ابو غادة وين وين هلا هلا ايوه سالم هلا عوايدكم وهي جديدة عليكم الله يطول عمركم قوم قوم يا ولد قوم صلوا على النبي يا اخواني ابو غاده عنده قصيده واذكر والله اسلم ابو غاده الصاحب اللي يرفع الراس من شريف نوف اله ونكرم جنابه نزيد بحقه وناخذ ونعطيه ونصنع الدمامه حكابه سلام يا سلام صح لسانك ابو غاده الله وجهك قم يقصد فيك قم خشمك احلى السنافر